عائلة تترك صنفا واحدا من أصناف الغذاء فتتحسن صحة أفرادها وتغيب عنهم الأمراض. كثيرا ما نبحث عن صحتنا وسلامتنا ونتجاهل هذه الأمور مرتبطة بالتغذية السليمة بالدرجة الأساس، وأن اعتمادنا بشكل كبير على المواد المصنعة هو الذي يجلب لنا هذه الأمراض، لا سيما نزلة البرد والإنفلونزا. وهذه قصة لعائلة ترويها الأم قررت أن تحسن مؤشر صحتها السنوي بعد إصابتها بالكثير من الأمراض في إحدى السنوات، فكفت عن استخدام السكر وكانت النتائج الإيجابية ملحوظة. تقول الأم: في يوم من الأيام كنت أتمتع بصحة جيدة، أو على الأقل كنت أظن أنني كذلك، رغم أنني كنت أفتقر إلى الطاقة، ولكن مع كل إعلانات التلفزيون عن مشروبات الطاقة اعتقدت أن حالي كحال الكثيرين. وبدأ الشتاء يقترب ويقترب الخوف من الدوار ونزلت البرد المتعددة، وظننت أيضا أن هذا هو العادي، حتى سمعت في التلفاز أن السكر وفقا لعديد من الخبراء يرجعون الكثير من الأمراض والسمنة إليه في النظام الغذائي. فخطرت لي فكرة لامعة، أردت أن أرى كم سيكون من الصعب على عائلتنا، أنا وزوجي واثنان من الأولاد تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، أن نقضي عاما دون سكر، عاما كاملا دون أي نوع من السكر المصنع، سواء سكر المائدة أو العسل أو الدبس العصائر المصنعة. فما لم يكن طبيعي لم نأكل منه بمجرد أن بدأت أبحث. وجدنا السكر في الأماكن الأكثر مذهلة: النقانق، مرق الدجاج، صلصة السلطة، المايونيز، وحتى أغذية الأطفال. لماذا كل هذا السكر؟ لجعل هذه العناصر أكثر قبولا، إضافة الصلاحية، وجعل إنتاج الأغذية المعلبة أرخص من أي وقت مضى. خلال هذا العام الذي قضيناه دون سكر كان لنا كأسرة احتفال شهري نأكل فيه ما نحب من الأطعام التي يدخل فيها السكر، ومن كان عيد ميلاده في ذلك الشهر من حقه أن يختار نوع الحلوى الشهرية. بعد فترة بدأت أزود في استخدام السكر ويشعرني بالصداع إن تناولته. في السنة التي امتنعنا فيها عن السكر تحسنت صحتنا إلى حد كبير، وكادت تختفي فترة الكسل والوخم، وتحسن مزاجنا كثيرا، أصبحنا أكثر نشاطا. والمفاجأة أن ابنتي الكبرى كانت قد غابت بسبب المرض 15 يوما في العام. قبل الماضي غابت يومان فقط في العام الذي انقطعنا فيه عن السكر. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.